انا على فكره التعديل الوزاري بتاع النهارده حلو مش وحش، عجبني. في مؤشرات بالعكس تقول انهم فاهمين كويس قوي، وانهم بيتجنبوا حاجات معينه وبيعملوا حاجات معينه. انا عايز جمله مفيده. طبعا ايه بقى الحاجات المعينه والحاجات الماء والحاجات اللي احيانا والحاجات ما مش هينفع. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه. يعني شغل كبير قوي، وحتى الصعوبات اللي كانوا حاجات اللي كانوا هيعملوها وما عملوهاش تدل على نوعية الصعوبات. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. انا اعتبر ان دي علامات رشد. بتقول ايه يا ابني انت؟ بالعكس انا شايف انهم بيشتغلوا كويس، يعني هما بيشتغلوا طبقا اللي انا فهمته النهارده ده الى حد كبير ممتاز. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ يعني لدرجه ان انا ضحكت لما بعض الحاجات حسيت انه يعني زي ما تقول ايه حلوه، حلوه قوي. والله العظيم يا جدع ده انت هايل. يعني ان شاء الله يعني ايه، لكن لما نشوف اصل مش العبره بالوزير الفلاني والوزير العلاني، لا مش العبره بكده، العبره بسياسات بس في الحدود دي. هو مش مذيع ولا بيشتغل ايه المذيع ده؟ مرسي ولا عمل ايه ده؟ ايوه كده.